شخصيتي في مصر. تطور الفتاه المصريه عبر العصور، يعني من البنت المستكينه الغلبانه في مرحله ما قبل الثوره اللي ما كانتش بتتعلم، للبنت اللي بتتعلم، للبنت اللي بتاخد حقوقها، للست اللي عايزه حقوقها كحقوق زوجيه، وغيرت القوانين. انت عارف ان اريد حلا كان غير في القوانين المصريه، فهي مرت بتطور اللي اعتقد تطور الست المصريه في 60 سنه اللي فاتوا او في 70 سنه اللي فاتوا عكسته رحله فاتن حمامه مع الدراما. انا عايز افهم كنتوا عاملين الزيطه دي كلها ليه بقى؟ عشان نقول لك اننا بنحبك.